ابعد يا ابني انت الكلب ده من هنا. لا طبعا مش بخاف من الكلاب، كلاب ايه دي اللي اخاف منها، انا بس بقرف منهم. بتعتبر الكلاب من اكثر الحيوانات اللي بيعشقها الانسان على مر العصور، وهتلاقي معظمنا بيرددوا دايما انها افضل صديق للانسان، وانها مصدر الوفاء والاخلاص وكل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا. انا بصراحة بحاول اقتنع بكل الكلام ده بس مش قادر، وده لان في بعض انواع من الكلاب منظرها ممكن يرعبك جدا، وبمجرد ما هتشوفها هتنسى كل الشعارات بتاعت الوفاء والاخلاص، وهتكتفي فقط انك تقول انا مش بخاف منهم ولكن خليني بعيد عشان بقرف. اهلا بيكم متابعينا الكرام، انا محمد جابر، والنهاردة هكلمكم عن اخطر واشرس 3 كلاب حول العالم. كلب الكنجال التركي. بيعتبر الكنجال من أفضل وأذكى أنواع كلاب الحراسة اللي ممكن تقتنيها، وبيصنفوا معظم خبراء الكلاب كأقوى كلب في العالم بلا منازع، وبيعتقدوا كمان أنه أقوى وأشرس من كلب البيتبول بكتير، ولكنه مش واخد نفس نصيب البيتبول من الشهرة. كلب الكنجال موطنه الأصلي تركيا وتحديدا كردستان، وبيعتبر أحد سلالات الماستف القديمة. بيطلقوا على الكلب ده عادة اسم أسد الأناضول أو كلب الراعي الكردي، وكان بيستخدم قديما في حراسة المواشي من الحيوانات المفترسة زي الدببة والذئاب والضباع، وحاليا في ناميبيا بيتم استخدامه للمساعدة في حماية الماشية من هجمات الفهود. الكلب ده فتاك للحيوانات حرفيا، سلالة معمولة مخصوص عشان تقتل الذئاب والضباع، وبيستخدم كمان في بعض البلدان في مراهنات الكلاب الشرسة. وعلى الرغم من ضخامة كلب الكنجال وشكله المخيف، إلا إنه هادي جدا واجتماعي وودود جدا مع الأطفال. الكنجال في العموم مش بيحب الغرباء من البشر تماما، ولكنه في كل الأحوال مش هيهاجمك أبدا بدون سبب، طول ما أنت واقف في حالك ومقربتش من صاحبه هيفضل هو كمان هادي وفي حاله. أما بقى لو فكرت تهاجم صاحبه أو المكان اللي بيحرسه، فهتتفاجئ من الكلب برد فعل عنيف وشرس جدا. الكنجال بيعتبر كلب حراسة من الطراز الأول، وبيفضل دايما البقاء في الأماكن المرتفعة عشان يقدر يراقب المكان من كل الاتجاهات، يعني كأنك مربي قناص في بيتك بالظبط. غريزة المراقبة وحماية الآخرين عند الكلب ده مرتفعة جدا، يعني ما تستغربش لما تلاقيه طول الوقت بيراقب أطفالك، وده لأنه بيراقبهم عشان يحميهم مش عشان يأذيهم. كلب الكنجال بيحتاج للمشي ساعة يوميا على الأقل، ومش هو الكلب المناسب إطلاقا للأماكن الضيقة، وده لأنه مش بيحب يكون عليه أي قيود. الكنجال كلب شخصيته قوية وبيحب يكون مسيطر بطبيعته، وبيفضل يعيش وسط مجموعة يحس فيها أن ترتيبه الأول عليهم، وعشان كده لازم يتم تدريبه من صغره على أن صاحبه وعيلته أعلى منه في الرتبة، ولازم يفهم كمان أنهم ممكن يصدروا له أوامر ومش هيكون عليه غير السمع والطاعة. الكلب ده لازم يتم تدريبه كمان من صغره على كيفية التعامل مع الأطفال وباقي الحيوانات الأليفة، وده لأن لو ما تمش تدريبه بشكل جيد فهتكون النتيجة كلب متمرد وشرس ولا يمكن السيطرة عليه. كلب الكنجال مش مناسب إطلاقا للمدربين قليل الخبرة، وده لأن عنده مستوى ذكاء عالي جدا بتخليه ما يقتنعش بيك بسهولة. أما لو كان مالك كلب الكنجال عنده الخبرة الكافية، فهيلاقي الكلب ده متميز جدا وسريع التعلم. كلب الراعي الكوكوزي. الكلب الكوكازي بيتم تربيته مخصوص عشان يكون كابوس مرعب لأي حد بيفكر يهاجمك، وبيعتبر من أضخم وأقوى سلالات الكلاب على مستوى العالم. الكلب ده ليه أسماء كتير جدا، منهم مثلا كلاب الجبال الكوكازية وكلاب الدب الروسية وكلاب أوف الشرقة، وبسبب شرستها المفرطة أطلقوا عليها كمان اسم كلاب الموت وقاتلة الذئاب. كلب الراعي الضخم بيقدر يتصدى لأي حيوانات مفترسة أيا كان حجمها، وممكن يهاجم أي حد غريب بيقرب منه وبدون سابق إنذار. كلب غضبه صعب جدا ولا يمكن مواجهته على الإطلاق، وبتصل قوة عضته ل 108 كيلو جرام، ولو كنت مالك الكلب ده وبدأ في هجومه على أي خصم ليك فانسى إطلاقا إنك تقدر تسيطر عليه.
الكلب الكوكازي بيعتبر من الكلاب اللي بيصعب على المبتدئين تدريبها، وحتى لو كنت خبير في الكلاب فبتظل برضه السيطرة عليه أصعب ما يمكن، وده لأنه ببساطة مش بيعتبر مالكه سيده أبدا، مش بيحب يحس إن في أي كائن أعلى منه في الرتبة أو بيديله أوامر. وعشان كده لو كنت ناوي تربي الكلب ده فلازم تعامله معاملة الشريك أو الصديق. كلب الراعي كلب قوي جدا وحازم في كل ردود أفعاله، وعشان كده لازم تبقى ثابت جدا في أفعالك وجاد في أي طلب تطلبه منه، ولازم كمان تكون قوي بدنيا وعندك ثقة في نفسك وشخصيتك قوية، وده لأنه لو حسك ضعيف أو خايف منه مش هيقتنع بيك ولا هيسمع كلامك. كلب الراعي الكوكازي بيعتبر من الكلاب الذكية جدا، وبيوصل ذكائه انه ممكن يتجاهل اوامر مالكه لو حس ان الاوامر دي مش في مصلحته. الكلب ده بيعتبر مصدر فخر لاي حد بيقتنيه، وده لانه بيعبر عن قوة وشجاعة مالكه. السلالة دي من الكلاب اعتمد عليها الرعاة بمنطقة الكوكاز لسنين طويلة، كانوا بيحرسوا الاغنام وبيحموا اصحابهم بكل شراسة، وأظهروا شجاعة وقوة في التصدي لهجوم الذئاب وبنقاوي والدببة العملاقة. الكلب ده يقدر يقاتل لوحده 4 ذئاب أو أكتر. وفي عام 1900 بدأت روسيا تستخدم الكلب ده في حراسة السجون، واستخدمته الشرطة والجمارك للبحث والكشف عن المواد المتفجرة والمواد المخدرة، واستخدمته الشرطة كمان في بلاد كتير لمطاردة الهاربين والمجرمين. الكلب الدنماركي جريد داني العظيم، أو كلب الملوك زي ما بيطلقوا عليه. السلالة دي من الكلاب دايما بيختاروا منها أطول الكلاب اللي بتتسجل في موسوعة جينيس، يعني مثلا حامل اللقب الحالي هو الكلب الدنماركي الضخم زيوس، واللي وصل ارتفاع كتفه 1.12 متر. الكلب ده لو رفع رجله اللي قدام ووقف على رجليه الخلفية فقط بيبقى طويل جدا، وممكن يتخطى طوله 2 متر، يعني طوله هو واقف على رجليه الخلفية فقط ممكن يكون أطول من معظم البشر. كلب جريد دان بيشار إليه أحيانا باسم أبولو الكلاب، وتم تطوير السلالة دي في ألمانيا لمظهرها الرشيق وحجمها الكبير، ده بالإضافة كمان لقدرتها الفائقة على صيد الخنازير وغيرها من الحيوانات الضخمة. كلب لو موجود في بيتك أكيد هتنام وانت مطمن، يعني اللي قدام حضراتكم دلوقتي ده مشهد حقيقي الحرامي كان بيهاجم منزل، وكلب جريد دان موجود في المنزل ده. عاوز أقول لكم نقدر نقول إن كأن الكلب جابه من جوه البيت وخرجه بره، ولا كأنه بيخرج عيل صغير. الحجم الهائل للكلب ده وسلوكه المليء بالحيوية خلى من الصعب جدا السيطرة عليه، وده خصوصا لو كان بيتعامل مع أطفال صغيرين، حجمه ممكن يفوق حجم الأطفال بمراحل. الكلب ده بيتصنف من أضخم وأخطر أنواع الكلاب الشرسة، وعشان كده لازم يخضع للتدريب والإسراف المناسب على إيد متخصصين، وده لأن لو تم تدريبه بشكل خاطئ محدش هيضمن ردود أفعاله أبدا. وعلى الرغم من شجاعة الكلب ده وحماسته في الهجوم، ولكنه لو تم تدريبه بشكل صحيح فبيكون ودود جدا في التعامل مع البشر. أما بقى بالنسبة للأطفال فهيبقى كأنك جبت حصان لأولادك بالظبط. يا ترى إيه أكتر كلب خوفكم في حلقتنا النهاردة؟ وهل يا ترى بتتمنى تربي كلب من دول؟ ولا تخاف أصلا سيرتهم تيجي قدامك؟ قولولي تحت في التعليقات. لو عجبتكم حلقتنا النهاردة ياريت تدعمونا بعمل إعجاب للفيديو. أما بقى لو أول مرة تشرفونا فيبسطنا جدا لو عملتم اشتراك في القناة وفعلتوا جرس الإشعارات على الكل، وده عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا وتنضموا لعيلتنا الكبيرة. كان معاكم محمد جابر ونشوفكم في حلقة جديدة.